طالع عشان مصر، عشان بلد تنهض وتبقى كويسه. سيبك من النهضه القديمه بقى، احنا في النهضه الجديده، حاجه اللي هي نهضه راجل هيعمل حاجه للبلد، ومش راجل بيعمل حاجه لمصلحته. هو ده احنا ماشيين مع المسيره بتاعنا كده. ايه المطالب المحدده من الشعب المصري من المشير عبد الفتاح السيسي؟ يقفوا جنبه لحد ما يعدي الفتره دي، ما يعلقلوش على كل حاجه، يقفوا معاه وساندوه، وان شاء الله هتبقى حاجه كبيره محدش هيتخيلها في الدنيا ولا في اي وقت. تعقيبك على نتيجه الترشح في الخارج، المصريين في الخارج كده، المشير عبد الفتاح السيسي اتساع. لا برضه لازم ننزل ولازم نقول راينا ولازم كل حاجه تبقى من عندنا من الاول، هنا نكمل لهناك. بتزهقوا من الاغنيه دي ما بتشتغل كتير؟ طب شغلها تاني.